يبدو أن الإقفال العام الذي دخله لبنان منذ 14 تشرين الثاني يصل إلى أمتاره الأخيرة، وهو بحسب المعلومات والمعطيات لن يمدد بعد انتهائه صباح الاثنين 30 تشرين الثاني. لماذا؟ هل لأن إصابات فيروس كورونا انخفضت؟ الجواب البديهي لا، لأن الأرقام وبحسب ما يظهره هذا الرسم لم تنخفض بالقدر الذي كان متوقعاً. بعد الاثنين المقبل سيعاد فتح معظم القطاعات في البلد تدريجياً، على شرط أن يترافق الأمر مع إجراءات مشددة ستواكبها القوى الأمنية لضمان تنفيذها، وإلا محاضر الضبط حاضرة. ليش بدنا نوقف الإقفال؟ ما بعدني عم بقول أنه هل أتى الإقفال بالنتائج المرجوة؟ طلبنا تأجيل الخطة إعادة فتح البلد لنهار الأحد، أول شيء التزاماً دولة الرئيسي بدي على الاجتماع بعتقد أحد بعد الظهر، بيكون نحن رجعنا رتبنا الأولويات، حطينا الأشياء الأساسية الحاسمة اللي لازم تكون لكل الأطراف تلتزم فيها. إن شاء الله هيك بنكون يعني عم نحاول نوفر شوية أمن إضافي لمجتمعنا. لم يكن خفض عدد الإصابات الهدف الوحيد من قرار الإقفال العام، فأعطاء النفس للطاقم الطبي والمستشفيات في ظل كورونا وخصوصاً بعد انفجار 4 آب كان في سلم الأولويات، وتحديداً لزيادة عدد الأسرة في العناية الفائقة. وتظهر الأرقام حتى تاريخ 26/11 17 حالة جديدة في القطاع الصحي، 347 حالة في العناية المركزة، 135 حالة على التنفس الاصطناعي. اللي تحقق على مستوى رفع الجهوزية هو 60 سرير اللي وعدنا فيهم كوزارة صحة عامة بالمستشفيات الحكومية، تحققوا وبعض أو بضع عشرات، خلينا نقول بالضبط 34 سرير اللي تحققوا بالمستشفيات الخاصة. وهذا الرقم كمان أنا برأيي دون المستوى المطلوب. زادت عدد الأسرة بالاي سي يو، زادت عدد الأسرة للغرف العادية في المستشفيات، كمان القطاع الطبي والصحي اللي كان مصاب هلا رجع لمزاولة عمله. بمعزل عن أرقام كورونا التي منذ 21 شباط 2019 حتى 26 تشرين الثاني 2020 سجلت 122,159 إصابة و974 حالة وفاة و73,021 حالة شفاء، فملف لقاحات كورونا المنتظرة هو منفصل تماماً ولا يؤثر على قرارات الإقفال العام من عدمه، فعدد من هذه اللقاحات لن تصل إلى لبنان قبل شباط وأذار. هلأ لفترة شباط ما بيعني أنه نحن لازم نرخي الأمور ونقول خلاص اللقاح جاي. اللقاح بده وقت ليعطي مفعول. بهالفترة هاي الناس اللي حتصاب ممكن تدخل المستشفى، ممكن تحتاج عناية، حنضلها بنفس الإصابات المتوقعة خلال الفترة هاي. فلازم الناس تكمل بأخذ الاحتياطات الكاملة، وسائل الحماية، منع التجمعات، وأهم شغلة بحب شدد عليها وهيدي رسالة لازم نكررها من هلأ للوصول للأعياد. مش يعني معناتها إذا وصلنا لفترة الأعياد معناتها لفترة الأعياد فينا نعمل اللي بدنا إياه، لا، بدنا نضل نحن عم نحاول قد ما فينا نخفف التجمعات، نخفف التواصل مع الأشخاص اللي ممكن يكونوا معرضين أكثر من غيرهم للإصابات، لحتى نحد من انتشار هالوباء والمرض بين المواطنين. إذن خلال الساعات المقبلة سيدخل لبنان مرحلة جديدة في مواجهة كورونا، مرحلة ليس فيها إقفال، وبطبيعة الحال يجب أن لا يكون فيها إهمال.